وحول العاصفة الرملية وتأثيرها على الملاحة الجوية يلتحق بنا من الرياض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران عبد الله الخريف. أستاذ عبد الله، إلى متى سوف يدوم هذا التأخير في الرحلات في مطار الملك عبد العزيز؟ أهلا، سعد الله مساك والأخوة المشاهدين الكرام. الحقيقة اليوم يعني مرت كثير مطار الملك جزء من الحلف الجوية المتتنية في الرؤية الأفقية، بالذات المطارات الشمالية، الشمالية الشرقية، وأيضا الرياض. في جدة كان هناك أيضا وجود أخير بعض الرحلات، لكنها بدأت من بعد الساعة 8 مساء في تسيير الرحلات. تقريبا إلى الآن هناك 3 رحلات غادرت بسلامة الله من مطار الملك عبد العزيز بجدة. نعم أستاذ عبد الله، ما هي الاحتياطات التي تتخذها هيئة الطيران المدني في مثل هذه الحالات ومثل هذه الأجواء، وأيضا الإجراءات الاحترازية؟ يعني كيف سيكون التنسيق في ترتيب هذه الرحلات فيما بعد؟ نعم، الهيئة العامة للطيران المدني هي حريصة بالدرجة الأولى في سلامة المسافرين، وما يتعلق مثل هذه الحالات الجوية هناك رصد ومتابعة دائمة للأحوال الجوية والتغيرات التي تتم فيها. مثل هذه الظروف المناخية سواء المفاجئة أو التي تكون مستوى الرؤية منخفض لساعات طويلة، قد يتطلب الأمر توجيه الرحلات المتجهة في الجو إلى مطارات بديلة كما هو متبع في ذلك، وأيضا التنسيق مع شركات الطيران لجدولة الرحلات ومواعيدها بناء على الظروف المناخية، وأيضا استعدادات المطار والصلاة في تسيير الرحلات واستقبالها بانسيابية بعد تجاوز هذه الظروف الجوية. نعم، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبد الله خريف، شكرا جزيلا لك.